لا لا قص هذه يا اخوي. اشرف بودرامو 26 سنه لاعب النادي الرياضي البنزرتي. لعبت في مولودية العلمة في ليجون وين بديت فيها لا كارير تاعي، وين لعبت بوسا مينيم بي، ومن بعد مشيت الوفاق سطيف وين عديت فيها 5 سنين، وين تما وين طلعت سينيور عديت فيها عام، ومن بعد مشيت شبيبة سكيكدا، ومن شبيبة سكيكدا مشيت لمولودية العلمة، ومن مولودية العلمة جيت للنادي الرياضي البنزرتي. والله جيت عن طرف وكيل تونسي اللي نحييه بالمناسبه ذاكر الواتي، وين كان معنا احنا في مولودية العلمة مدرب تونسي وجدي الصيد، هو اللي نصحني باش نجي هنا باش نافونسي في لاكارير تاعي، وين كانوا عندي عدة عروض هنا في تونس، هو اللي نصحني قال لي النادي الرياضي البنزرتي راهي جمعية كبيرة وين تنجم تظهر فيها، والحمد لله كما كان الحال جيت هنايا وصححته. قيمة العقد نتاعك؟ وين خذيت في الأول خذيت 25,000 دينار، و 25,000 دينار الأخرى في شيك. صافا الحمد لله، وين صافا راني مكون روحي، وين الواحد وين عنده كهرباء عنده دار، صافا الحمد لله. وحدي وين؟ في سيتي كورنيش. سيفري في الاول جاتني شويه صعيبه، مي مع الوقت تستانس توالف خلاص تولي تجيك حاجه عاديه، باسكو هذه هي حياه الجوار، يلزمك تكون بعيد، يلزمك توفري، يلزمك كاين بزاف عفايس، يلزمك ديما تكون صابر، ديما تخمم القدام، ديما تخليها هذه هي البوان فور تاعك. مشيت في رمضان، انا كانت بحذايا الوالده هنا عدات معايا برسك شطر رمضان، ومن بعد هبطت للجزائر. ايه ربي يجمعنا في الحلال ان شاء الله. تونسية ولا جزائرية؟ لا لا اخويا جزائرية بنت بلادي اخويا. لا بور لو مومون نحب نزيد نقدم القدام، وان شاء الله ربي يسهل لي. كيما ما تقدرش تعرف خويا هادي راه مكاتب ربي خويا، والواحد ما يعرفش اسكو هنا ولا في الجزائر ولا مكتوب ربي خويا. وي بيان سير خويا، وين الزوار خويا كيحط راسو للخدمه يخدم، والحمد لله عام اللي يجي يكون خير من اللي راح. ما نظنش براسك كامل كيف ما كانش، يعني واحد زعما هكا فريمو يعني تعبني في ماتش، نظن ماتش صفاقس في صفاقس وين كنا ماتش نيل 1-1 في دقيقة 87 هكا. العقد يوفى لو 30 جوان ان شاء الله. وي سي فري كاين دي زوفر، مي بور لو مومون مازال خويا الواحد يخمم باش يكمل لاكوب، وين يكمل اون فورس الكونترا تاعو مع النادي الرياضي البنزرتي، وان شاء الله الواحد يدخل للدار يربوزي شويه، ومن بعد يشوف واش كاين مع الوكيل ان شاء الله، و ديسيدي. فما عروض من الخليج، فما عروض هنا في تونس، فما عروض في الجزائر، ان شاء الله اللي فيه الخير يكتبه ربي ان شاء الله. والله شوف رضوان خويا برسك لي دو او مام طون، سي فري الواحد مازال صغير مازال قدامه، وميك تعرف خويا حياة جوار قصيرة ما تحسش عليها خويا، هذه الدنيا بالك تتضرب بالك حاجة، إن شاء الله الواحد يلقى يكون في حاجة اللي تساعدو على الجهتين إن شاء الله. وي خويا بيان سير يقول لك البلاصة اللي تعرفها خير من اللي ما تعرفهاش.
باش دير في بالك مليح خويا سيابي راهي غرون كلوب خويا نادي كبير وين صافي بليزير وين الواحد راهو يلعب فيها وين راهو هز مريولها ان شاء الله ان شاء الله اللي يكون فيه الخير ان شاء الله ان شاء الله اذا كانت مفاهمه باهيه ان شاء الله ربي يسهل لا لا خويا مالغريكو توانسه وتزيريه رانا برسك بلاد وحده خاوه مي تبقى بلادك هي بلادك خويا حلمه ما حققتهاش ليكيب ناسيونال الجزائريه خويا نظن هذه الوراب تاع اي جوار يمثل منتخب بلاده شوي كابابل اما ماتش لعبت سمينيت الاولى حسيت بوجيعة في لا ديكتور وين كنت ما نجمش نجري ميم با سمينيت ماتش درني ماتش هنا في بنزرت مع بنقردان لعبنا سمينيت عملت باس لونغ حسيت شغل تقطيع في لا ديكتور وين حسيت باللي سي بون الدنيا ظلامت عليا وكملت بها هكاك حتى فين الماتش في حوايج الحمد لله وين تشوف برا الناس تحبك فرحانه بك وفي حوايج شويه اخويا كي تشوف لا سيتياسيون اللي راك فيها بزاف 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 حوايج صافي مالكو نتقلق بالخف فيسع فيسع نتقلق وكي نتقلق نجم نقول كلام ماشي في بلاصتو توجور نخمم من قدام وحاط في راسي ما كان حتى حاجة بعيدة وما كان حتى حاجة صعيبة مسؤولين دكتور شريف لا لا نتفاهم معهم كامل شوية خالي للسيسي نظن شوية صعيب باش نلعب في البطولة التونسية ونلبس مريول آخر أبار مريول سياب إكستاسيون أتمنى أمنية هي بصعود الجبالي يعيش أبدا ظهري بين الحفر زعما يلتفوا حول الفريق تاعهم لأنهم هما راس مال الفريق ما لازمش يكونوا كان نهارة الماتش وين لازم يقفوا على الجمعية تاعهم ويكونوا ديما حاضرين واقفين عليهم ما على باليش قداش اكزاكت مي كي تشوف العام اللي فات ما خلصناش عن كومبلي العام هذا زاد كيف كيف ماناش خالصين برسك خالصين ربع شهري وين ثلاثة تاع العام اللي فات واحد تاع هذا العام نظن فيه 305 مسؤولين نحب نقول لهم كونوا يد واحدة يلزمهم يفيقوا في أقرب وقت لأنه الجروب كيما تاع هذا العام ما نظنش راح يزيدوا يلقاو كيفو وين كامل ديجان برسك كامل أبناء النادي وين من لا شيء حقوا نتائج جد إيجابية نقول لهم يلزمهم يفيقوا قبل فوات الأول نهار كسروا لي كرهبتي وسرقوا لي الباسبور نشفى كنت شوية صغير خارج من الدار هز الساك متاعي وماشي نكور ماتش وامي في باب الدار طلع عليا وتبكي نحب نقول لها انت هي كلش عندي في الدنيا ايه ودي دخلت لي مليح انا على بالك راني نحبك بزاف لو كان ماشي انت ما كانش هذا عشر هي اول حاجه الدعم المالي
وثانيا لازم خويا العباد تلتف خويا بالفريق تاعها و يحبوا بعضهم يحبوا بعضهم سيرتو هادو المسؤولين لازمهم كامل يتلموا يد واحده ويلتفوا بالجمعيه تاعهم. يعني بالحق كلهم باهيين معايا وكلهم مقرب ليا سواء نتاع العام اللي فات والله هذا العام. مي البلي بروش ليا زياد العروسي. زياد العروسي يعني اكثر من مدرب نتاعي اخويا. اي حاجه نساله فيها اي حاجه نحب نعملها نكلمه هو. وقت الغسره ديما نلقاه هو ورجال على الاخر زاد. باسكو خويا لي كونديسيون ميم لي بروميس تاع المسؤولين وين شاك فوا يعطيونا بروميس وما نلقاوهاش وين تشوف يجيك يقول لك سي بون كل شيء سي ريغلي كل شيء داكور ابري ما دام ما نلقاو شيء كيما راك تشوف دوكا حنا مازلنا ماتش تاع الكوب مازالو ان سومان حنا رانا دوكا رانا برسك وي جور ما ناش نتريناو قبل الماتش هذا داني ماتش تاع سليمان قبل زادا اونترينينا ميم با دو جور ميم قبل الماتش بن قردان زادا ما اونترينيناش 5 جور ومن بعد مشينا لعبنا الماتش وين كاينين بزاف مشاكل راهم داخل في الفريق اللي نظن الجمهور برا ماشي عارف واش راهو صاري الداخل جو تام ماما